صرحي. مش انا هذا معلن موضوعي، مش هذا ان موضوعي، الدين لم أناقش كيف كيف موضوع ستسدد، مش هذا القضية. وما يهم كثير من الناس انت بالذات قضيتك النصراويين، ليش اخفى الصوت؟ جمهور القضية ليش اخفى الصوت؟ جمهور القضية ليش اخفى لحظة الصوت؟ يا محمد، جمهور النصر أوكي ممكن يكون النصراويين هم المعنيين بطريقة السداد، أتفق معك، بس الرقم لا، كان لازم يعلن للرأي العام. كيف انا وجهة النادي نظري هذا اللي يدفع عنه الدولة، اللي تصرف عليه الدولة، اللي قاعد يعني إذا كان 165 مليون دفعوها أعضاء الشرف، كم دفعت الدولة في نادي النصر؟ أعلنت الديون الدولة اللي هي وزارة الرياضة أعلنت ديون. يعني عنها. شركة اس تي سي ولا موبايلي ولا زين وشركات الاتصالات لما أبو تسوي بدر جمعية عمومية تخفي الرقم، تقول لك لا لا هذا موضوع سري ما أحد يناقشه، ما يصير. وزارة الرياضة أعلنت ديون الأندية، هذا مش سر. وزارة الرياضة أعلنت على ديون الأندية كلها، مو النصر. لا لا لا، هذا تبغى تعرف النادي أنا. كم صرف لكن وكم صرف وين وده شلون؟ أنا أتكلم عن الجزئية الآن اللي ممكن إنه ليش ما طلعت ديون النصر. هذا ديون النصر واضحة ومعلنة، لكن ليش انقطع الصوت؟ انقطع الصوت للنقاش كيفية سداد الديون. لا لم يعلن، ما قرأ التقرير المالي. إيش ما قرأ التقرير المالي المتخصص كم على النادي؟ إيش اللي لما جت فقرة الجانب المالي خلاص أغلق. أول 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 نقطة راح يقرونه، أول نقطة لازم يوضح التقرير المالي. كم عدد، كم موجوداتك، كم إيراداتك، كم التزاماتك، كم الديون اللي عليك، كم الديون المعدومة، هذا اللي يفهمه يعني يصير دائما في كل المنشآت اللي فيها شفافية. هذه واضحة أبو بدر، هذه ألف باء الجمعيات العمومية من أول ما طيب تبدأ الجمعية أنا العمومية. أنا عشان عشان أفرع، خلنا أفرع بين خلنا أفرع بيننا إخواني المشاهدين، قدامكم فقرة نقطة نظام، هذا رقم الواتساب، شاركونا برأيكم، ابعد عن أي ميول. إحنا نتكلم بشكل عام، ما نتكلم عن نادي النصر كحالة، نتكلم على كل الأندية. هل تؤيد إنه في الجمعيات العمومية يتم الكشف بشكل واضح عن الالتزامات والديون التي يعاني منها النادي حتى لحظة الجمعية، ولا تتفق مع رأي أخوي محمد العنزي أنه هذا أمر يوكل لوزارة الرياضة وهي تطلع القوائم ويعتبر هذا شيء كافي؟